حياكم الله مشاهدينا الكرام. حذر مركز ألمى الإسرائيلي للأبحاث الأمنية من تنامي قدرة إيران وميليشيا حزب الله في نقل واستخدام أسلحة كيماوية ضد إسرائيل في ظل سيطرة طهران ووكلائها على الصناعات الدفاعية في سوريا واستمرار تهرب سلطة الأسد من الكشف عن مخزونها من السلاح الكيماوي وإتلافه. أتابع هذا التقرير ثم أرحب بضيوفي وأبدأ الحوار. يتجدد القصف الإسرائيلي على مناطق سيطرة سلطة الأسد، هذه المرة في محيط دمشق، حيث أسفر القصف عن مقتل 4 جنود تابعين لقوات الأسد وإصابة آخرين وفق وكالة الأنباء سانا التابعة لسلطة الأسد. وأضافت سانا أن القصف نفذ من اتجاه الجولان السوري المحتل، كما أكدت أن الدفاعات الجوية التابعة للأسد تصدت للصواريخ وأسقطت بعضها. موقع صوت العاصمة قال إن 4 صواريخ إسرائيلية جرى إطلاقها من طائرات حربية إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية لسلطة الأسد والميليشيات الإيرانية بين مدينة صيدنايا وبلدة مينين شمالية دمشق، وأشار إلى أن المنطقة المستهدفة تحوي مستودعات تعرف باسم مستودعات مينين تتبع لقوات سلطة الأسد وتستخدمها الميليشيات الإيرانية بغرض التخزين. الدفاعات الجوية التابعة لسلطة الأسد في سفح قاسيون ومواقع أخرى حاولت التصدي للصواريخ وفق صوت العاصمة ليسقط أحدها في محيط قرية دورين بريف دمشق. وبالرغم من أن القصف الإسرائيلي الذي يستهدف مواقع لجيش الأسد وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله لم يتوقف خلال السنوات والأشهر الماضية، إلا أن هذا القصف يأتي بعد كشف لمركز ألمى الإسرائيلي للأبحاث يتحدث فيه بقيام سلطة الأسد بتصنيع أسلحة كيماوية وبيولوجية عبر المركز السوري للأبحاث العلمية لصالح إيران. وبحسب الدراسة لمركز ألمى المتخصص بالدراسات العسكرية الدفاعية، فإن مركز البحوث الواقع في منطقة جمرايا هو منشأة عسكرية تابعة لسلطة الأسد وهي المسؤولة عن تطوير الأسلحة الكيماوية. الدراسة قدمت أدلة على قدرة مركز البحوث على تطوير أسلحة كيماوية وبيولوجية تحت إشراف كبار الضباط الذين يتبعون لسلطة الأسد. ويزعم الأسد أنه سلم مخزونه من الأسلحة الكيماوية بموجب اتفاق عام 2013 بعد هجوم نفذ بواسطة غاز السارين على غوطة دمشق وأوقع 1400 قتيل، إلا أن هناك تحقيقات صادرة عن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية حملت قوات سلطة الأسد مسؤولية مقتل العشرات جراء هجمات كيماوية لقوات الأسد. ويبقى السؤال، إلى متى يتقاعس المجتمع الدولي عن تجريد سلطة الأسد من سلاحها الكيماوي ومنعها من إعادة تصنيعه؟ ما يجعل ملايين السوريين هدفا متوقعا لسلاح الأسد الكيماوي، خاصة أن الأسد لم يستخدم هذا السلاح إلا ضد المدنيين السوريين. في هذا المجال أكرر رفضنا للاتهامات الباطلة. وأرحب بضيوفي السيد نضال شيخاني مدير مركز التوثيق للانتهاكات الكيماوية في سوريا من بروكسل، وأيضا العقيد أحمد حمادة المحلل العسكري والاستراتيجي من إسطنبول. وأبدأ من عندك العقيد أحمد، يعني في الفترات الماضية هدأ القصف الإسرائيلي بالنسبة لدمشق وسوريا بشكل عام، الآن برأيك لماذا يعود هذا القصف؟ السلام عليكم، تحياتي لكم ولمشاهديكم ولضيفك الكريم. يعني القصف الإسرائيلي هو يهدف إلى عدم تمكن إيران من بناء قاعدة عسكرية متينة في سوريا، والاستطلاع الإسرائيلي هو دائم فوق الأراضي السورية يقوم بسطع أو بالكشف عن الأهداف التي يعتبرها تضر في الأمن القومي الإسرائيلي. أما ما يخص التواجد العسكري الإيراني فلا أتوقع بأن إسرائيل كانت ممانعة بالكلية في تواجد إيران عسكرية في سوريا، فهذا القصف يتم عندما تستطلع قوات السطع الإسرائيلية أسلحة ربما تكون متجهة باتجاه حزب الله أو خاصة في الطائرات المسيرة أو بالصواريخ الدقيقة أو بأجهزة الصواريخ
لذلك يتم استهدافها. فنرى بأن الاستهداف يطال المستودعات أولا، المستودعات التي تقوم ميليشيات إيران والحرس الثوري الإيراني بتهريب هذه الأسلحة عبر البر، عبر البحر، عبر الجو، لتصل إلى هذه المستودعات، ومن ثم يتم تزويد الميليشيات الإيرانية فيها. لذلك تقوم إسرائيل بقصف هذه. نعم، الآن القصف يعني استهدف مستودعات منين؟ يعني ما هي المعلومات لديك حول هذه المستودعات؟ كيف تستخدمها سلطة الأسد؟ وهل يعني يمكن أن يكون فيها أسلحة كيماوية؟ الأسلحة الكيماوية لا تخزن في هذه المنطقة، في منطقة تمنين. منطقة تمنين هي كانت مستودعات تابعة لإدارة النقل ولغيرها من مستودعات الجيش للنظام، ولكن إيران اليوم وحزب الله سيطر على عدد كبير من منشآت الأسد، كان بالشراكة أو بالتخفي أو منفرد. هذه المستودعات تحوي هذه المستودعات أسلحة متوسطة صاروخية، طائرات مسيرة، وأجهزة يتم تهريبها. أما الأسلحة الكيماوية فيتم تخزينها في ظروف خاصة وليس في ظروف يعني كالأسلحة أو باقي المستودعات. هناك في جمرايا، هناك في القطعات الخاصة الكيماوية يتواجد هذه الأسلحة بعد مسرحية تخليص نظام بشار الأسد من الأسلحة الكيماوية في 2013. لم يتم تخليص الأسد أو لم يقوم بشار الأسد ونظامه في تسليم كل الأسلحة التي لديه، هو يبقي قسم كبير ويطور هذه الأسلحة دائما مع إيران من أجل ابتزاز العالم، كما هو الكبتاجون والأسلحة الكيماوية، علما بأن القرار 2118 الذي صدر عن الأمم المتحدة في 2013 عقب مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية يجرم في الفقرة 21 منه، إذا بقي لدى الأسد أسلحة استخدمها أو نقلها أو قام بالتصنيع يتم وضع هذا النظام تحت الفصل السابع. نعم. يعني تحت القوة. ولكن للأسف الشديد الأمم المتحدة والدول الفاعلة في المنطقة يتهاونون بشكل كبير طالما أن الأسلحة مخصصة لقتل الشعب السوري فقط. نعم، أنتقل للسيد نضال شيخاني مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية في سوريا، أجدد الترحيب بك وأنت تتحدث معي من بروكسل. يعني مركز الماء الإسرائيلي قال بالوثائق بأن هناك إعادة لتصنيع الأسلحة الكيماوية في معامل ومراكز تصنيع التابعة لسلطة الأسد للأسلحة الكيماوية، كيف تقرأ هذا التقرير؟ أستاذ وبضيفك الكريم وبالسادة المشاهدين، في الواقع هذا نوع من التقارير ليس بجديد لا على المجتمع الدولي ولا على السوريين بشكل خاص ولا أيضا على فرق التحقيق المختصة بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية. في العام 2019 أجرينا، يعني فقط للتأكيد، أجرينا تحقيق مماثل عن موضوع كيفية عمل مركز دراسات والبحوث العلمية، المنشآت المتواجدة بما في ذلك مصادر المواد الأولية المستوردة من خارج سوريا لتفعيل عملية برنامج الغصب الكيميائي ضمن سوريا. كشف التحقيق اللي اشتغلنا عليه في العام 2019 بأن هناك شركات كثيرة متورطة بدعم المركز دراسات والبحوث العلمية أو وزارة الدفاع للمواد الأولية. كشف أيضا عن شبكة تمويل سرية غير مباشرة، كان هناك سوريين تم استخدامها، خلالها سوريين عندهم جنسيات مختلفة، كان في عملية تبادل أيضا بالسلع مقابل المواد اللي بتدعم برنامج الأسلحة الكيميائية. كان في أيضا كشف لشركات مزيفة، يعني ممكن نفوت على الإنترنت نضرب نبحث عن الشركة ممكن تلاقيها، لكن التواجد الفيزيائي معدوم، يعني ما كان في شركة. نعم، ما جنسية هذه الشركات التي كانت متورطة؟ يعني نتيجة الفحص فحصنا وجدنا كان في شركتين في بريطانيا، كان في شركة أيضا في أعتقد قبرص، كان في شركة أيضا هي كانت تحت الملاحقة في بلجيكا من قبل المدعي العام الأول في مدينة أنتويرب البلجيكية. أيضا كان في ولا زال البحث مستمر عن شركات أخرى
تقوم بدعم أنشطة البحوث العلمية بشكل غير مباشر. نعم. طبعاً المشكلة بدعم الأسلحة الكيميائية، مشكلة المواد الكيميائية تدخل أيضاً بالصناعات العادية، يعني بمواد الكلور، بالصناعات الدوائية، فهناك أيضاً كثير مخارج. يعني تداخل ربما يكون، يعني هناك حسن نية من هذه الشركات تريد يعني أن تقول ربما سيد نضال، لكن هل تمت يعني محاسبة هذه الشركات، تعميم هذه المعلومات مع جهات دولية من أجل إيقاف هذه الشركات من تزويد سلطة الأسد بالمواد الأولية لإنتاج الأسلحة الكيماوية؟ معلش، يعني لابد للتنويه بأنه هناك الاتحاد الأوروبي فرض في عام 2016 بعد زيادة إثبات استخدام الأسلحة الكيميائية أنشأ ما يسمى المكتب الفيدرالي لمراقبة الصادرات من الاتحاد الأوروبي عبر عدة موانئ لعدم تسرب هذه المواد واستخدامها بطريقة غير شرعية. المشكلة يعني أنه هذا الموضوع، هذا البحث ما عم ينتهي. نحن أنا عم بأكد، يعني أنا من خلال هذا المنبر أود أن أؤكد بأنه الصناعات الكيميائية لا زالت قائمة في سوريا. هناك خداع كبير للمؤسسات الدولية بما في ذلك فرق التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأود أن أشير، يعني وهذا مهم جدا، يمكن أنا ذكرت بعض النقاط في المقابلة السابقة، بأنه فريق التقييم والإعلان والنشر DAT التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عاد من دمشق فقط الشهر الماضي ووجد بعض المواد الغير مصرح عنها في إحدى المواقع التي تثبت بأن هناك أنشطة كيميائية غير مصرح عنها. وهذه جريمة جديدة ضد اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ضد التزام سوريا. ربما النظام السوري وممثل النظام السوري في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا يودون الالتزام بالاتفاقية، وهذا لا يعني بأن السوريين، كافة السوريين لا يودون الالتزام بذلك. اليوم نحن حريصون جدا على الإعلان عن كافة هذه المنشآت وعن البرامج المتواجدة بما في ذلك المستودعات، و توثيق كافة الاستخدامات اللي تمت وملاحقة المتورطين أينما كانوا وأينما هم. يعني فريق التحقيق وتحديد الهوية أشار بعدة تقارير وكنا شركاء بهذه التقارير. في عام 2020 صدر تقرير أدان من خلاله النظام السوري الطيران المروحي التابع لطيران حمل العسكري باستخدام مادة السارين على مدينة اللطامنة بثلاث هجمات. أدان أيضا استخدام مادة الكلور على مدينة سراقة بواسطة قوات النمر المدعومة أساسا من روسيا. والتقرير الثالث الذي صدر هذا العام، أدان النظام السوري بشكل مباشر والقوات العسكرية التابعة لعطارد مير العسكري باستهداف مدينة دومة عام 2018. هناك أدلة كافية لموضوع المحاسبة. نعم، يعني والآن هناك جلسة، وكان يعني خبر عاجل، كانت المندوبة الفرنسية لدى الأمم المتحدة قالت بأن سلطة الأسد استخدمت الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري وهو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ويجب المحاسبة. سيد نضال والعقيد أحمد، اسمح لي أن أذهب لفاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحوار. مشاهدينا الكرام، أرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب بضيوفي السيد نضال شيخاني والعقيد أحمد الحمادة. العقيد أحمد، يعني هل ما زال نظام الأسد قادر عبر ضباطه وخبرائه أن ينتج هذه الأسلحة؟ يعني إذا ما قلنا بأنها تحتاج لخبرات وأيضا لمصانع، لم تتعرض هذه المصانع للتخريب؟ نعم، قادر نظام يعتمد على خبراء سوريين متواجدين، وكذلك يعني لأن المشروع الكيماوي السوري الذي أنشأه حافظ الأسد في تلك الفترة، والذي كان يريد منه أن يكون هناك توازن استراتيجي مع العدو الصهيوني الذي يمتلك الأسلحة النووية وكذلك الكيماوية والبيولوجية، لذلك هذا المشروع هو قائم بالفعل. ولكن عندما قامت مسرحية تسليم هذا الأسلحة أبقى النظام كل العدة، وكل هناك أماكن سرية وهناك أماكن لم تزرها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ويعتمد اليوم النظام على الروس وعلى الإيرانيين بشكل كبير. وهناك معامل لحزب الله أنشأها الحزب،
ربما يتم تعاون شديد ما بين الحزب وإيران. نعم، يعني على 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 سيرة يعني حزب الله وانخراطه في هذه الصناعة الأسلحة الكيماوية في سوريا وتهريبها للبنان، هل يعني ما جاء به مركز ألما للدراسات، هذا المركز الإسرائيلي، من تحذيره لإسرائيل بأن حزب الله قد يستخدم هذا السلاح ضد إسرائيل، هل برأيك هذا واقعي؟ إيران ونظام الأسد يقدم لحزب الله كل ما لديه من أسلحة، إذا كانت هناك صواريخ وقذائف، يعني الأسلحة الكيماوية هي أسلحة يمكن استخدامها عبر الطائرات، عبر المدفعية، عبر الصواريخ، لذلك لدى قدرة، لدى نظام الأسد وإيران قدرات على تحميل هذه الأسلحة وتعبئتها في المخابر وتسليم بعضها لحزب الله، هذا أمر ممكن. وهذا يعني نظام الأسد وإيران نرى بأن كل ممنوع في هذا العالم هم يقومون به، يعني عندما يتم استخدام الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري بحدود 300 مرة ويصدر قرارات من مجلس الأمن ويعاود هذا النظام استخدام هذه الأسلحة في سراقب، في لطامنة، في الغوطة الشرقية، في دوما، في خان شيخون، بدون أي محاسبة دولية أو أي يعني اعتبار للقرار 2118، يعني بأن هذا النظام قادر على تزويد الميليشيات التابعة للنمر ولحزب الله ولباقي الميليشيات من أجل التهديد أو من أجل استخدامه ضد الشعب السوري أو ضد تهديد دول المنطقة، هذا أمر منطقي وهذا يمكن أن يقوم النظام. يعني ربما ضد الشعب السوري استخدم يعني استخدمت سلطة الأسد مرارا وتكرارا، لكن ماذا عن إسرائيل؟ هل يعني من وجهة نظرك باستطاعة سلطة الأسد أن يتجاوز ربما الخطوط الحمراء ويستخدم هذا السلاح ضد إسرائيل؟ أستمع منك الإجابة، لكن بعد أن أنتقل للسيد نضال. سيد نضال، يعني ما زال المجتمع الدولي متردد، يعني قبل قليل أيضا خبر عاجل، المندوب الياباني يقول بأن على الأسد أن ينخرط بنية صادقة من أجل يعني محاربة هذا السلاح، السلاح الكيماوي. لماذا لا يأخذ المجتمع الدولي بالرغم من الكثير من القرائن والوثائق التي تدينه يعني موقفا من أجل تجريد سلطة الأسد من هذا السلاح؟ يعني أنا أود من خلال هذا السؤال أن أوجه رسالة واضحة لكافة ذوي أهل الضحايا، بما في ذلك للمؤسسات السورية وشريحة كاملة من الشعب السوري، لتوضيح الموقف السوري من فيما يتعلق بموضوع المحاكمة والمحاسبة. موضوع استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، ما فينا نحن نقول اليوم أنه ما في جرأة من المجتمع الدولي. الجهة الوحيدة اللي أخذت خطوات حقيقة وجدية وكانت صارمة من بداية العام 2013 حتى اليوم هي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. هذه المنظمة عملت على إنشاء أدوات المساعدة بعث تقصي الحقائق التي تم إنشائها في عام 2014 بعد سحب الدراسان الكيميائية المدونة فقط على الورق. أنشأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعث تقصي الحقائق التي تقوم بمهامها حتى الآن، وهي معنية بتحديد هل تم استخدام السلاح الكيميائي لغرض عدائي أم لا. في عام 2015 أيضا سعت نفس المنظمة بالتوافق مع مجلس الأمن على إنشاء آلية التحقيق المشتركة التي تم إسقاطها في العام 2017 من خلال الفيتو الروسي. في العام 2018 تقريبا بعد إسقاط هذه الآلية توقف الملف السوري حوالي عام، ثم عاود مجلس الأمن لإعطاء الصلاحيات الكاملة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتشكيل فريق مختص بالبحث الجنائي لتحديد كافة الحوادث أو الأشخاص المسؤولين عن كافة الحوادث التي أثبتتهم. نعم، يعني نعم سيد نضال، كل هذه الإجراءات والنشاط لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية يعني هي إجراءات قانونية ربما تقنية نوعا ما، لكن ليس هناك إجراءات رادعة بمخالب للمجتمع الدولي. هي أدوات مساعدة أستاذي، كل هذه التقارير، يعني اليوم إحنا ما فينا نقول أنه طيب بكرة إمتى حيتحاسب، إمتى حيتحاكم،
هذه الأدوات اليوم كل تقرير يصدر عن فريق منظمة حظر الرأس الجماعي يحال برسالة شفهية إلى مجلس الأمن وبالتالي إلى 193 دولة طرف في اتفاقية حظر الرأس الجماعي، ومن ثم يشار إليه إلى الأمانة العامة أو المجلس التنفيذي، ومن ثم إلى الآلية الدولية المحايدة المستقلة تربل آي إم التي تعمل على ترتيب هذه الملفات حسب المعايير الدولية وإرسالها إلى مدعين عامين. لكن النقطة الهامة إذا تسمح لي بأقل من دقيقة، تفضل. النقطة الهامة أنه لم يكن يوجد هناك محكمة، لا يوجد هناك اتفاقية لدى النظام السوري مع محكمة الجنائية الدولية، وهذا ما ردع الملف السوري انتقاله إلى محكمة الجنائية الدولية. وبالتالي عملنا على تقديم عدة مقترحات إلى مندوب فرنسا الدائر، إلى مندوب الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، كل الدول الحاكمة في مجلس الأمن للتقدم بخطوة للعمل على إيجاد حل رادع حقيقي. كان في اتفاق هذا العام على إنشاء محكمة خاصة بالأسلحة الكيميائية في بريطانيا، والآن تعمل هذه الكوادر أو هذه الدول على دعم هذه ولاية هذه المحكمة فيما يتعلق باتفاقيات الأنتربول الدولي وإيجاد آليات قضائية تضمن محاكمة المتورطين اليوم. لذلك أنا باختصار شديد أود أن أقول بأن الجهة الوحيدة التي اتخذت إجراء حقيقي ورادع لمحاسبة حظر الأسلحة الكيميائية هي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عملت على إنشاء أدوات المساءلة، وهناك عدة مدعين عامين الآن يستقبلون طلبات فيما يتعلق بعدة حوادث، ونحن نقوم بدعم كافة الأطراف إن كان منظمة حظر الأسلحة، فرق التحقيق المختصة، والمدعين العامين بما في ذلك الآلية الدولية المحايدة المستقلة. نعم، يعني أعود لك العقيد أحمد، يعني هل يمكن لسلطة الأسد التجرؤ على قصف إسرائيل بالسلاح الكيماوي سواء من جبهة السورية أو حتى من جبهة لبنان عن طريق حزب الله اللبناني؟ يعني هذا الافتراض حذر منه مركز الدراسات الإسرائيلي. يعني نظام الأسد عندما يوجد أي شيء يهدد وجوده ربما يستخدم هذه الأسلحة ضد أي طرف، أما حتى الآن فهو يضع هذه الأسلحة ليبتز فيها المجتمع الدولي. أما حتى الآن نرى بأكثر من 250 يعني اعتداء إسرائيلي على نظام الأسد، ولكن نظام الأسد لم يحرك ساكنا، لا هو ولا محور المقاومة ولا محور الممانعة. إذن إسرائيل تحسب حسابات للمستقبل حتى لا تقع هذه الأسلحة بيد بعض التنظيمات التي يمكن أن تستخدمها. أما نظام الأسد فهو الذي وقع اتفاقية 1974 فصل القوات وتعهد بعدم استخدام الأسلحة برا وبحرا وجوا ضد إسرائيل. نعم، يعني وبالتالي برأيك هل هذه الدراسة وهذا يعني التنبيهات بالنسبة لإسرائيل هل يمكن أن تكون باكورة لهجمات جوية ضد السلاح الكيماوي الموجود في سوريا أو حتى مراكز التصنيع؟ نعم، أتوقع هذا، بأن إسرائيل عندما تقوم بالاستطلاع وهناك مراكز دراسات تتكلم عن وجود هذا النوع من السلاح رغم توقيع النظام اتفاقية حظر هذا النوع من الأسلحة، ربما يكون هناك ضرب لهذه المصانع أو المعامل، رغم أن إسرائيل ضربت هذه المصانع في جمرية عدة مرات، كذلك الولايات المتحدة عندما تم استخدام الأسلحة الكيماوية ضد خان شيخون تم استهدافها بعدة صواريخ كروز، إلا أن هذه الأسلحة توجد في مناطق محصنة بحاجة إلى تقنية أكبر من أجل. هل تمتلكها إسرائيل في حال أرادت؟ أتوقع بأن إسرائيل والولايات المتحدة تمتلك هذه الأسلحة التي تصل إلى الأعماق بحدود 100 متر، وهذه الأسلحة متواجدة عند الولايات المتحدة تسمى جي بي يو، وقنابل التي تكون على عدة انفجارات وهي مضادة لخرق الحصول. نعم، يعني سيد نضال بقي لدي دقيقة أريد أن أختم معك. الآن عندما يعني تطلق إسرائيل عن طريق مركز الدراسات بأنها مهددة من هذا السلاح الكيماوي، برأيك هل يمكن للمجتمع الدولي الأخذ بموضوع السلاح الكيماوي ونزعه من سوريا بشكل أكثر جدية؟
وقع جهود فريق المختص بالإعلام والنشر والتحقيق بوجود المخازن الكيميائية في سوريا، يعمل بشكل جدي على موضوع نزع هذه الأسلحة. هناك تقارير متكررة بأن النظام السوري لا زال يتلاعب على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وهنا المعضلة، يعني هذا الموضوع حقيقة يحتاج إلى قرار سياسي لتوجيه حراك عسكري، لأنه إزالة الأسلحة الكيميائية بهذا الشكل لا يمكن للمجتمع الدولي أن ينهي سوريا من هذه الأسلحة إلا من خلال حراك عسكري. يعني من هو القادر على اتخاذ هذا القرار؟ في الواقع للأسف هو مجلس الأمن الدولي، الواقع تحت فشل ذريع بسبب الفيتو الروسي والصيني المتكرر. لكن أيضا هناك تعويل آخر على أن هناك المجلس التنفيذي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي يتكون من 54 دولة لديه القوة الكافية لإحالة هذا الملف إلى الادعاء العام دون الرجوع إلى مجلس الأمن. هناك في نص اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تعطي الأولوية للمجلس التنفيذي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإحالة هذا الملف إلى محكمة جنايات دولية، هذا ما نتحرك باتجاهه في الوقت الحالي. أشكرك. أعتقد هناك نحتاج إلى حراك عسكري للتخلص من هذه الأسلحة. أشكرك. بانتظار يعني القرارات وربما الموقف الحاسم لإنهاء هذه الأسلحة التي تهدد السوريين بشكل يعني أول، لأن جميع هذه الأسلحة وجهت ضد السوريين. أشكرك جزيل الشكر سيد نضال شيخاني، مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية، كنت معي من بروكسل. وأيضا العقيد أحمد الحمادة وهو المحلل العسكري والاستراتيجي كان معي من اسطنبول. والشكر الموصول لكم سادتي المشاهدين على طيب المتابعة. هذه تحياتي أنا عبادة حيدري، دمتم بخير، إلى اللقاء.